ازيك يا زينب؟ كله تمام الحمد لله. الست سرية مريحة في أوضتها، وأنا يعني قلت أحضر بقى أكل بكرة. شكل حضرتك عايز تقول حاجة. أنا لقيت الخاتم. بجد؟ ألف حمد وشكر لك يا رب، ألف حمد وشكر لك يا رب. ربنا ده كريم وكبير قوي والله. ده سوسو هتفرح لما تعرف إنك لقيت الخاتم. بس انت لقيته فين؟ لقيته وسط الزرع عند جمالات. الحمد لله، ولو اني يعني انا مدوره وسط الزرع ده 100 مره. معلش، المهم ان انا لقيته. بص يا زينب، انا لازم اعتذر لك عشان اكيد حسيت ان انا شاكك فيكي. لا لا العفو، انت عندك حق، محدش دخل البيت غير اهله، ومفيش حد غريب وسطكوا غيري، فانت بصراحه عندك حق تشك. عشان كده انا كنت عماله ادعي ربنا يظهر الخاتم ده. طب اقول لك على حاجه وتصدقني، يعني انا من ضمن الحاجات اللي كنت شايله همها ان انا لو لبست التهمه دي مين هيقعد مع سوسو. ربنا وحده يعلم انا بحب الست دي قد ايه. عارف عارف يا زينب، بس هنقول ايه بقى؟ كله من جمالات. لا ده جمالات دي حسابها معايا بعدين، ده انا هقصها من جدورها. لان اكل حلو. ها، من عيني. اللهم لك الحمد والشكر يا رب.